الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. ساعات تبقى المشكلة الطبية نقدر نقول عليها مشكلة ذات فروع، عصابة باللغة البلدي، تبقاش فرد واحد، لا ده عصابة لها زعيم ورئيس لكن لها معاونين. لو بنقول العصابة النهاردة مين؟ أقولك الشخير رئيس العصابة. الشخير مرض، مشكلة في الجهاز المتعلق بالأنف والحنجر. كلام مثير جدا، هنفسره بالتفصيل النهاردة مع ضيفي العزيز الاسم المتميز للغاية في هذا العالم والقيمة العلمية القديرة، الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، استشاري العلاج بالليزر، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم الاسم القدير. أهلا بك دكتور. أهلا يا دكتور أيمن. الشخير فرد يعني مجرم منفرد كده، هجام ولا عضو في عصابة قد تشمل الحساسية والربو؟ الشخير هو رئيس العصابة، الشخير هو زي ما بيقولوا، زي ما حضرتك قلت كده، الشخير هو اللي بيظهر كل شيء، بيطلع كل شيء، بيطلع المستخبي زي ما بيقولوا. لأن زي ما حضرتك قلت كده، الشخير قصته كلها في مجرى التنفس، الأنف وفي الحلق. الأنف والحلق هي المدخل بتاع الهواء. مدخل الهواء ده يعني مدخل الأكسجين. الأكسجين ده هو إكسير الحياة، يعني من غير أكسجين نتنفسه مفيش خلية في جسم الإنسان هتمشي مظبوطة كوظيفة. عشان كده موضوع الشخير لما يبقى معاه مشكلة في الصدر، زي أزمة، زي ربو، زي حساسية، زي ضيق في الشعب، الموضوع بيظهر ويستفحل ويبان كأن يبقى إيه، ماجنيفايد، بيبقى كبير جدا. عشان كده كتير جدا احنا من مشكلتنا في يعني لما يجي لي عيان، ساعات كتير جدا بيبقى عدى على دكتور واثنين وثلاثه دكاتره صدريه، يروح مثلا هناك يقول انت ما فيكش حاجه، انت الصدر بتاعك كويس، شويه التهابات صغيرين، لكن روح شوف ما فوق موضوع الصدر، النفس شكله عامل ازاي، الجيوب الانفيه شكلها عامل ازاي، الخنقه بالليل شكلها عامل ازاي. وعاده بتبقى المشكله مركبه، يعني في حساسيه في الانف ممكن يبقى في حساسيه في الصدر بتظهرها اكتر، لكن لما يبقى في شخير وزي ما بنقول الاناتومي او الشكل التشريحي بتاع الانف والحلق فيهم مشكله، بيظهروا موضوع الربو جدا، والربو يظهر الشخير كده. عشان كده انا عايز اقول بقى الجمله المهمه في الاخر، عشان كده علاج الشخير في وجود هذه الامراض المزمنه بيريح الامراض دي جدا. ليه؟ احنا عندنا في الطب زي ما حضرتك عارف يمكن، ودي كانت مشكلتنا دايما مع المهندسين واحد زائد واحد عندهم يساوي اثنين، احنا ما عندناش كده. احنا عندنا واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، واحد زائد واحد يساوي خمسة. يعني إيه؟ ممكن تصلح حاجتين في خمس حاجات تصلح بالظبط كده. يعني انا عندي مشكلة انف ومشكلة يعني مشكلة شخير ومشكلة صدر، دي بتظهر للموضوع بنسبة 150%. طب انا لو صلحت الشخير ممكن الصدر تلاقيه اتحسن. اتحسن جدا. بدل ما هو لانه في حالات صدريه ملهاش دخل جراحي، دي حالات طبيه. بالظبط. فانا لما اصلح له الشهيره، اصلح له دخول النفس، اصلح له كميه الاكسجين اللي داخله، ينام مستريح، الهواء داخل مناخيره متفلتر وسخن في الشتاء، سائع في الصيف، هيريح الصدر. فانا بريحه بطريقه اندايركت او طريقه يعني غير دغر، يعني اندايركت، واخد بال حضرتك ازاي؟ عشان كده دايما نقول الحالات المركبه دي لما بنصلح منطقه الشخير وبنصلح الانف وبنصلح الحلق بيتصلح الصدر على طول. البوجي مان ده تعبير اسطوري مشهور في الكتب الكرتونيه، خوفوا الاطفال يقولوا انا اجيب لك البعبع بوجي مان. البعبع بالنسبه للتخدير هو الاوبستراكتيف سليب ابنيا، أو متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم، أو صعوبة دخول الهواء هنشوفها دلوقتي. دي لما بتدخل، طب ما هو 80 90 ما اعرفش كام في المية، بس أكيد في أرقام مسجلة من الناس اللي عندهم شخير عندهم سليب أبنيا.
طبعا السليب أبنيا حضرتك درجات، ودرجات الشخير احنا عندنا ثلاث درجات للشخير، تمام كده؟ الاخر درجه اللي هي الاوبستراكتيف سليب ابنيا سيفير او مودريت او مايلد، او يعني خفيفه او متوسطه او شديده. المشكله كلها عندنا ان المشكله كلها بتبقى في مجرى التنفس. طيب مجرى التنفس، السؤال الشهير يا دكتور، ده انا اساسا مجرى التنفس عندي مخنوق بسبب الشخير. طب سبب الشخير وهتعمل لي عملية في مجرى التنفس اللي أساسا التخدير بيشتغل فيه. هنا الحقيقة كانت دي يعني زي ما بيقولوا مسار جدال بيني وبين ناس كتير جدا في يمكن من 20 سنة، لأن أنا كنت بعمل عمليات الأنف والحلق كوان سيتينج في عملية واحدة، وده كان يعني بلاقي الكلام ده ما كانش منشور وكان كلام جديد على ناس كتيرة، فكانوا إزاي تعمل عملية في الأنف يعني تسد الأنف وتعمل عملية في الحلق وفي نفس الوقت في تخدير، انت كده العين هتخنق. هما مش واخدين بالهم من حاجه مهمه جدا، مش واخدين بالهم ان انقطاع النفس بسبب مشكله في الحلق. بمعنى ان انا ايه؟ بمعنى ان انا التخدير اللي بيبقى فيه مشكله في وجود انقطاع النفس بسبب متلازمه الشخير دي، انا بشيل السبب ده بالعمليه. ببساطه الحلق اللي بيبقى ضيق في متلازمه انقطاع النفس، الضيق اللي بيعمل مشكله في التخدير انا بزيله في العمليه. عشان كده كتير جدا من عمليات الشخير بيبقى دكتور التخدير قلقان جدا فيما بعد العمليه، يقول لي انا العيان هيبقى صعب ان احنا نخدره وصعب ان احنا نفوقه. اقول له لا، ليه؟ لان انا بشيل لك المشكله الاساسيه بتاعه التخدير بتاعتك وبتاعه الخنقه، ان انا بوسع الحلق، سواء كان بان انا بشيل لوز، سواء كان ان انا بعمل توسيع لسقف الحلق، بعمل تجميل لسقف الحلق، ولا بشد عضلات الحلق، فانا بوسع لك الدنيا. عشان كده كتير جدا من الحالات او كل الحالات بعد العمليه تبص تلاقيه قام، قبل كده كان بيتخنق وهو مستلقي على ظهره، خارج من العمليه قاعد في الافاقه نايم على ظهره بياخد نفسه بدون اي مشكله. ودي هي زي ما بنقول انه هو بتاع عمليات الشخير مع التخدير. هقف قدام عمليات اللوز، هي ضروري انها تتعمل في الشخير؟ ده سؤال مهم الحقيقه، وده سؤال الحقيقه ناس كتير جدا بتسالني فيه، لما يبقى مثلا جاي لعيان عنده 60 سنه، عيان 70 سنه، واقول له وبيتخنق بالليل وهو نايم، وابتدي اشرح له، هقول له احنا هنعمل كذا، لان طبعا من حق المريض على الطبيب ان هو يشرح له العمليه وبالتفصيل. فطبعا ابتدي اقول له هنعمل كذا في الانف، هنعمل كذا في الحلق، والحلق هنعمل فيه تجميل لسقف الحلق وفي اللهاء، وهنعمل شد العضلات الحلق، وهنعمل شد العضلات سقف الحلق، وهنشيل اللوز. كل اللي انا بقوله يمشي زي الفل، يتقبله الا اللوز. يجي عند كلمه اللوز، ده في موروث ثقافي عند الناس، اللوز في الكبير ده يبهدل، ده يبهدل الدنيا. يجي عند موضوع اللوز والاقيه امن على الكرسي كده واتعدل وبص لي قال لي يعني لازم اللوز؟ يعني انت سبت كل اللي انا قلته قبل كده وانت مش عارف اساسا ان انا قلته ده صعب ولا سهل ولا هيعمل ايه، وماسك في موضوع اللوز؟ طبعا ليه حق، لان زي ما حضرتك قلت كده، انت احنا شايفين قدامنا طبعا عمليه كوبليشن، كوبليشن وعمليه اللوز. اللي الناس ما تعرفوش وانا عايز اوصله ان عمليه اللوز اللي هي جزء اساسي من عمليه الشخير، ممكن اعيد الجمله دي تاني بعد اذنك؟ عمليه اللوز جزء اساسي من عمليه الشخير. ما لا 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 يمكن عمل عمليه شخير بدون استئصال كامل للوز. ليه؟ لأن اللوز مشكلتها في موضوع الشخير أقل حاجة حاجتين، الحاجة الأولانية الترهل، والحاجة التانية التضخم. الترهل زي التضخم بالظبط، يعني إيه؟ يعني لوز مترهلة، يعني العيان وهو نايم بتروح مدلدلة ببساطة كده وقافلة مجرى التنفس وهي قد كده، ويجي أي عيان يجي يقول لي ده أنا ما عنديش لوز، ما بتجيليش اللوز، ورحت الخمسين دكتور انف واذن قبليك ما حدش قال لي فيك لوز. اقول له طب انا عارف، لان انت محتاج متخصص في جراحات الشخير عشان عينه تبص على اللوز ويشوفها شكلها عامل ازاي وقافله مجرى التنفس ولو حتى نص سنتي. دي نمره واحد. التضخم سهل، تضخم لوز متضخمه قافله مجرى التنفس فلازم تتشال. طيب هو السؤال انت بتشيلها ليه؟ اللوز الى جانب ان هي سواء مترهلة أو سواء متضخمة بتقفل مجرى التنفس، بتساعدني بدرجة 100% إن أنا أعمل
شد وتوسيع لمجرى التنفس. وهو ده زي ما بنقول ايه بقى الكي بتاع عمليه او المفتاح عمليه الشخير وصعوبه عمليه الشخير واختلاف عمليه الشخير ما بين واحد لواحد. هتشد قد ايه؟ هترفع سقف الحلق قد ايه؟ هتعمل شد العضلات الحلق قد ايه؟ هو ده السؤال. هتشيل جزء من عضلة معينة جوه الحلقة دي؟ الكلام طبعا ما ينفعش احكي للمريض، لان بقوله ببساطة تجميل، بشيل اللوز، بشد عضلات الحلق، جمل سهلة يقدر المريض يعني اوصلها له بسهولة. لكن انا عشان اقوله العضلة الفلانية بشيل منها 2 سنتي في الجزء 2 ملي في الجزء الاولاني و3 ملي في الجزء التحتاني، واروح جايب العضلة دي شددها مع العضلة دي ولزقهم في بعض عشان يشد لي مجرى التنفس بتاع البوستير فارينجيال وول او مجرى التنفس اللي هو بتاع الحلق. كلام في منتهى الدقه وخبراته لازم تبقى عاليه جدا. اذا اللوز، المعلومه بقى اللي انا عايز برضه اوصلها للناس، اسهل ما في عمليه الشخير استئصال اللوز. اسهل ما في. ليه؟ الحاجة الوحيدة اللي بتتشال كلاسيك، يعني الحاجة الوحيدة في عملية الشخير اللي هي بتتشال بطريقة سهلة جدا، وأي دكتور نايب صغير بيشيل لوز، فدي أسهل حاجة. لكن ما بعد شيل اللوز هي دي الخبرة وهي دي التقنية وهي دي المفتاح عمليات الشخير ونجاح. كتير من الناس اللي بتعاني من الشخير تحديدا يبقى عندها كومبلين اخر وهو رائحه الفم الغير جيده، ودي حاجه محرجه اجتماعيا بشكل كبير. اكيد بالظبط كده. والحقيقه الكلام ده يعني كان الناس تيجي تتحرج جدا تقول لي الجمله دي. تتحرج تقولها وناس كتير جدا ما تقولهاش الا لما انا حتى اواجهها. يسبب ساعات لانعزال اجتماعي. ده مش انعزال بس، ده بنات كتير جدا بترفض الزواج وترفض الخطوبه الا لما تحل المشكله دي. مشكله يعني مشكله حقيقة لا تتخيل ممكن تعمل ايه في واحده ست او واحده بنت، بتدمر حياتها. الحقيقه بخبراتنا في السنين العشرات السنين اللي فاتت الحقيقه وجدت ان وجود اللوز المزمن حتى لو المريض ما بيشتكيش بيها بيعمل الالتهابات المزمنه لوحدها مع وجود المخاط لفترات وسنين طويلة جدا وتراكم الكلام ده كله جوه منطقة الحلق وخاصة في فترة الصحيان من النوم السبب الأساسي للرائحة الكريهة. طبعا لما أقول ريحة كريهة في الفم، ناس كتير جدا بيبقى عندها مشاكل في السنان، تسوس، مشاكل في اللثة، مشاكل في حاجات كتير، بس ما بتبقاش مزمنة. الكلام ده اسبوعين ثلاثه، شهر شهرين ثلاثه، يعمل سنان. الديفرنشال دياجنوزز واحتمالات كثيره. بالظبط كده. ساعات السنان بتطول الحقيقه. اكيد. ساعات بس بتطول. بس بيصلح سنانه بتتعدل. لكن لما عيني يجي يقول لي انا بقالي سنتين كل يوم. وله اسباب ثانيه، الجرد مثلا ممكن يؤدي. بالظبط. الجرد اللي هو ارتجاع المريء. فكل الكلام ده احنا بنعمل له اكسكلوجن او بنعمل له. وفي ريسبيراتوري يعني مشاكل في الجهاز التنفسي زي اللانج ابسس كرونيك. بالظبط. كل الكلام ده بنعمله اكسكلوجن او بنحيده. بنستبعده في الاول، وبعد كده ابتدي اشوف. يعني لازم اساله عندك مشاكل في الرئه، عندك مشاكل في الصدر، عندك مشاكل في الجهاز الهضمي، عندك مشاكل في السنان، عندك مشاكل في اللثه، عندك مشاكل في مناخ. كل الكلام ده لازم نعمله استبعاد الاول. ويقول لي لا ده انا عالجت ورحت وعملت اشعات على صدري وعملت اشعه مقطعيه وشفت اسناني ومفيش فايده. 5 سنين على كده. ففعلا رائحه الفم الكريهه طبعا من الاسباب القويه جدا الملازمه لموضوع الشخير. وبالحلش على فكره، انت عارف حضرتك ان العيان الرائحه الكريهه ده بيتحسن امتى؟ بعد عمليه شخير؟ تاني يوم بعد 24 ساعه، مع ان في الدعامه في مناخيره، مع ان في العمليه لسه معموله امبارح، يقول لي ما بقاش في ريحه. ليه؟ السبب الاساسي راح، سواء كان حاجتين، سواء كان لوز بما فيها من بؤر صديدية والمخاط المتراكم الموجود الصبح بسبب انسداد الأنف. عايز أروح بقى للحاجة مهمة قوي في يعني دايما احنا بنجيب سيرة الشخير بنربط نقول الراجل بيشخر ومراته متضايقة، دايما نقول كده. بس في سيتويشن معين فكرت فيه انه ممكن يكون الاثنين موجودين بنفس المشكلة، الزوج والزوجة الاثنين بيشخروا. طب لما يجوا الاثنين هنعمل مين الأول ولا نعمل الاثنين مع بعض؟ انت ابتسمت ليه؟
ابتسمت لان الحاله الحالتين بتوع النهارده اللي هنشوفهم النهارده دول يعني زوج وزوجته جايين من السعوديه والاثنين بيشخروا. ولما كشفت عليهم الحقيقه هو كان جاي وضحك عليها قال لها ايه؟ قال لها تعالي معايا انا هعمل اروح اعمل عمليه الشخير. وهي كانت رافضه رفض تام تعمل اي عمليه للشخير. ليه؟ لان هي الحقيقه كان عندها مشاكل صحيه، كان عندها ربو وازمات حساسيه وكان عندها مشكله كبيره جدا ومرعوبه من العمليات. وراحت هناك يعني مستشفيات كبيره جدا وقالوا احنا ما نقدرش نعمل العمليه ليكي لان انت عندك مشاكل في الصدر اللي احنا كنا بنتكلم عليها في اول الحلقه. فهو قال لها تعالي معايا تقفي جنبي مش عارف ايه وبتاع وجه وعمل العمليه اول يوم. تاني يوم الصبح لقيته جاي لي تاني يوم الصبح على طول. اخبارك ايه يا استاذ سعيد؟ قال لي زي ما انت شايف انا زي الفل ونايم كويس ومفيش شخير. وهي اللي قالت لي انت احكي لي كده اخباره. قالت لي والله ده انا مش مصدق، امبارح عمل عمليه والنهارده كويس ونام بليل كويس ومفيش شخير ومفيش اي حاجه ومتحسن وعايز نخرج ونروح نتفسح. وبيقول لي اعمل عمليه. قلت لها والله بصي انت شايفاه، ايه رايك في المنظر ده لو انت عملت العمليه؟ قالت لي لا هو لو كده اعمل العمليه. وفعلا تاني يوم عملت العمليه فعلا وتحسنت الحمد لله. وطبعا الخوف من الرب كل الكلام ده بيبقى ليه عندنا زي ما بنقول بريكوشنز واحتياطات بنعملها لمريض الرب ومريض الخنقه وكل الكلام ده بالاحتياطات مع التخدير اللي بنحطه فوق راسنا لان هو اللي بيشيل الحقيقه القصه دي كلها. لما بناخد ندي الحاجه حقها بنشوف النتائج الحمد لله. انت اسعدتني بهذا الحوار الرائع. من الحاجات اللي بتحسن جدا في الشخير المنطقه دي الوجنتين والمنطقه بتاعه المثلث الوجه، لان الانفلاماتوري رياكشنز اللي بتحصل بسبب وجود السكريشنز بتاثر على المنطقه دي. فمن الحاجات المهمه لانه في كتير من الناس دي حاجه نعملها حلقه جايه بتروح لدكاتره التجميل عشان تاخد حقن نضاره هي القصه انها تعالج موضوع الشخير، هتلاقي النضاره رجعت لهذه المنطقه. ضيفي العزيز القيمه العلميه القديره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم استشاري الانف والاذن والحنجره واستشاري العلاج بالليزر وزمانه الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم كالعاده اسعدتنا ونورتنا. اشكرك دكتور ايمن، خليكوا دايما مع الناس الحلوه. لما عملت العملية أنا يوم السبت وشافت التحسن، طبعا هي رافضة العملية لمشاكل صحية كانت متواجدة عندها، ضغط وسكر ومشاكل في الصدر ومشاكل في الأكسجين، نقص في الأكسجين، كذلك كان عندها ربو وحاجات مشاكل كثيرة، فما كانت تتحمل البنج، ولكن تشجيع الدكتور لنا وتشجيعنا إحنا أنا لها وافقت تعمل العملية في السعودية. رحت البروفيسور وكان موافق يعمل لي العملية، لكن المشكلة في الوقت مشكلة. أما زوجتي ما تطرق إن لا تحتاج عملية أو زي كذا. أنا لما سواها أبو عبد الله شجعت وعدي نسوي في العملية وهو شجعني. كيف مرة تعبانة أنت هنيك أنا أقدر أنام طول الليل وأنا أعاني، أنا شوية وصحى شوية، يعني أقوم أنا مخنوقة مرة ما أقدر أتنفس. أنا الحمد لله حس يعني تحسن، يعني باقي فيه من العملية فرع عملية وهذا، بس الحمد لله يعني أحسن من أول كثير فرق معي. أنا ما أخذت لا بخاخات ولا علاجات حقت رب ولا حتى ذلك الحمد لله، إن شاء الله أني ما أستخدمها. الحمد لله نتشجع أن فينا نخبة من الدكاترة الممتازين في مدينة القاهرة وكذلك فيه في الإسكندرية، اللهم لك الحمد ان عندنا دكاتره ممتازين وعلى قدر كافي اساتذه ممتازين الحمد لله رب العالمين.